اول بنار الكونفيسي ديالنا بعد ما وجد. شوف كي كيجي كيجي غزال. نزل فيه دوك الطريفات نتاع الفريز. كيشهي شتي كيجا يعني حسن من الكونفيتير اللي كنشريو. هذا الطبيعي ما فيه لا مواد حافظه لا والو. من الاحسن الفريز دابا موجود ديروا في الدار وبصحتكم البنات وراحتكم. وما تنساوش ديروا لي لايك وتكتبوا لي تعليق زوين بحالكم. وباي باي وشكرا لكم كاملين. السلام عليكم خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بافضل الاحوال ان شاء الله. خوتي خواتاتي اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف هي الفريز الفراوله. كما كتشوفوا عزيزه على جميع الناس انا شخصيا بدا كنحمق عليها شكلا ومذاقا كتحكي حمقني الفريز صراحه. واليوم جيت ندير لكم المربى ديال الفريز. عندنا الفريز تقريبا هنا 2 كيلو وهنا كيلو ديال سايده ضروب. مهمه البنات كنشدوا الفريز ديالنا كما شفتوا كنغسلوه ومن بعد كنحيدوا له هاد متنساوش البنات تكتبوا لي التعاليق الزوينين ديالكم. ما تنساوش ديروا لي لايك ما تنساونيش. واللي مازال ما اشترك في القناه ديالي يدخل يشترك معايا. كما كتشوفوا البنات كنقطعوا على هذا الشكل. هذا انا شخصيا كيعجبني كما قلت لكم الفريز محمق عليه وحتى المربى ديالو كيعجبني كنفضلوا على المربى نتاع المشمش. يعني ساهل وكيجي زوين وطبيعي. المهم البنات انا غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نقطع الفريز ديالي كامل وغنوريكم. كما كتشوفوا البنات انا قطعته كامل. هاد السوبير هادي عمرات ليا خاصني شي حاجه تكون ماكثر باش ملي يطلق الماء ديالو يلقى فين يزيد يطلق الماء بحال السيرو. اللي مازال ما دخل القناه ديالي واشترك يدخل يشترك معايا. اول بنات الفريز ديالي بعد ما قطعته غنديرو في هذا البانيو اللي كبير شويه غيبغي مساحه اكثر باش يطلق هذاك السيرو ديالو. والمهم هاد السنيده هادي غنزيدها عليه بهذا الشكل هكا. اللي ما كيبغيش الحلاوه يدير قياسه. المهم انا غنخلط مهم نخليها البنات حتى الصباح عاد باش نطيبو نديرو على بوطه مهيله ومن بعد غنوري لكم الشكل النهائي ديال المربى الفريز نتاعنا. يلا البنات تبارك الله عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي لايك وتكتبوا لي تعليق زوين. عافاكم يلا باي باي. ها هو البنات
الفريز ديالنا بعد ما صبح شتو كيولا، ما درنا فيه لا ما لا والو، غير الفريز قطعناه ودرنا عليه فوق ودرنا فوقه سنيده. شوف الكلمه ديالو بحال السيرو كما كتشوفوا. دابا غنديرو يطيب شحال كيكون تاع الماء، نهز بلا ما ندير الماء باش كيطلع المربى زوين. ها هو البنات، ها هو خوتي الكونفيتير تاعنا بعد ما وجد، ها هو راه حيدو دابا شتو كيجا. يعني غادي نطحنو بالميكسور، ما نطحنوش بزاف، المهم غير شي جوج ضربات هكاك صافي. انا كيعجبني يبقاو في دوك الطريفات نتاع الفريز، وغنوريكم النتيجه نتاعو كي غايجي. نردو شويه على البوطه في العقاد وتشوفوا النتيجه. ها هو البنات الكونفيتي ديالنا بعد ما وجد، شوفوا كيجي كيجي غزال، مازال فيه دوك الطريفات نتاع الفريز. كيشهي شتي كيجا، يعني حسن من الكونفيتي اللي كنشريو. هذا الطبيعي ما فيه لا مواد حافظه لا والو، من الاحسن الفريز دابا موجود ديروا في الدار وصحتكم البنات وراحتكم. وما تنساوش ديروا لي لايك وتكتبوا لي تعليق زوين بحالكم، وباي باي وشكرا لكم كاملين.